لكن قد يقول قائل يستثنى من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لأنفسهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا. فما هو الجواب عن هذه الشبهة التي اشتبهت على كثير من الناس؟ الجواب أن الآية لا تدل على شيء مستقبل، تدل على شيء مضى وحصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم. وهناك فرق بين إذ ظلموا وبين إذا ظلموا، فرق في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. إذ لما مضى، وإذا للمستقبل. فالآية لا تدل على هذا. ثم إنه قال واستغفر لهم الرسول، والرسول لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته، لأنه لا يمكن أن يستغفر لنفسه فضلا عن أن يستغفر لغيره. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله. والرسول عليه الصلاة والسلام إنسان، مات أو لم يمت؟ مات، إذن انقطع عمله، قطع عمل. والاستغفار عمل ولا غير عمل؟ الاستغفار عمل. قول القائل اللهم اغفر لي، هذا عمل ولا غير عمل؟ عمل، عمل، لكن عمل باللسان. العمل يكون باللسان ويكون بالجوارح، الفعل يكون بالجوارح والقول باللسان. ولهذا قبيل العمل قبيل الفعل القول، وأما العمل فهو صالح للقول وللفعل. إذن قد انقطع عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمل بموته، فكيف يستغفر لك؟ هو لا يستغفر لنفسه فضلا عن أن يستغفر لك. ولكن انتبه إلى آخر الحديث، انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، الثالث أو ولد صالح يدعو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن انقطع عمله الخاص بنفسه فكل الأمة تعمل بعلمه عليه الصلاة والسلام، يعني تعمل بما علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أدركت الأمة علما إلا عن طريق من؟ عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فكل أعمالنا المبنية على علم الشريعة ينتفع بها الرسول أو لا ينتفع؟ ينتفع ويثاب عليها، يثاب عليها كما نثاب نحن، لأن جميع العلوم الشرعية متلقات من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.